بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، برحب بكم في قناة أفوكادو. هنعمل النهاردة عيش البلدي أو العيش الخبز بدقيق القمح الكامل. معروف طبعا أن دقيق الحبة الكاملة بيكون صحي وأصح من الدقيق الأبيض. سهل جدا، وهنشوف إزاي نخليه منتفخ معانا كده بحيث ينفع 8 سندوتشات بأكثر من طريقة. المقادير معانا: نص كوباية مياه دافية، ومعلقة صغيرة عسل، معلقة صغيرة خميرة فورية، ممكن نستبدل العسل بالسكر، ونركنهم يخمروا. وبعد كده معايا المقادير الجافة: كوبايتين من دقيق القمح الكامل، رشة ملح، وربع كوباية من اللبن البودرة. لبن البودرة هنا اختياري، هو إضافة للطعم. بنضيف معلقة كبيرة من زيت الزيتون، برضو اختياري. لما الخميرة تخمر، طبعا تخدش يعني مفيش دقيقتين تلاتة تلاقيها عملت فوران كده، بنضيفها للدقيق ونعجن كويس، وعشان نشوف ان كان هيحتاج مية تاني قد ايه. معايا هو احتاج مية، انا ضفت ربع كوباية مؤقتا عبال ما اشوف هيحتاج ولا لأ. اعتقد مش هيحتاج تاني، يعني كده اخدت معانا كوباية لربع مية، النص كوباية اللي كانت مع الخميرة، وربع كوباية تانية. اعجنيها كويس جدا، يعني مش اقل من 7-8 دقايق. لازم العجينة تعجن كويس عشان العيش يطلع ناجح معاكي. كده العجينة جاهزة معايا، طبعا لازم هنركنها عشان تخمر لحد ما حجمها يتضاعف. في نفس البولة اللي انتي حطيت فيها المكونات هتحطي رشة من الدقيق، وتحطي العجينة وتغطيها، وتحطيها في مكان دافي حوالي نص ساعة او اكتر او حسب الجو عندك لحد ما حجمها يتضاعف. كده العجينة خمرت معانا، بنهبط الخميرة بنخرجها من الهواء منها، خرج الهواء من العجين. وبعد كده نبدأ نعملها على شكل كده يعني اسطوانة عشان نقسمها. بس هنقسمها، طلعت معايا 6 رغفة، 6 قطع. كل قطعة من دول يعني اشكلها على شكل كورة، واحط الكور ديت على لوح او على صينية مرشوشة بالدقيق، واغطيها واسيبها علشان تخمر برضو تتضاعف حجمها، يعني هتاخد حوالي ربع ساعة تلت ساعة. وبعد كده نبدأ نفردها، بنفردها على دقيق قمح كامل. تحطي دقيق تحت العجينة وفوقها، وتفردي بالنشابة بالسمك اللي انت عايزاه. ده سمك مناسب عشان حتى تستوي معاكي. هتحطي الرغيفة اللي انت فردتيها على قماش قطن مرشوش بالدقيق، وبعدين هنغطيها عشان ما تنشفش، ونبدأ على طول نسوي. هتحطي طاسة على النار عالية لحد ما تسخن، ونهدي النار أقل من المتوسط، ونبدأ نسوي العيش بتاعنا. يعني هياخد معاكي حوالي 3-4 دقايق. أول ما الوش يبدأ يعمل فقاقيع بسيطة كده بتبدأي تقلبيه، يتقلب من كل شوية من الجنب للتاني. هتبصي تلاقيه بدأ يرتفع معاكي زي ما انت شايفة كده. كده معانا العيش، سهل جدا تفتحيه تعمليه ساندوتش. لو انت بتعملي العيش ما انتفخش معاكي وارتفع كده، هتعملي الطريقة دي. بتقلبيه على الجنبين حوالي نص دقيقة على كل جنب، يعني لما يتشمع. وبعد كده بتجيبي شبكة تحطيها على النار مباشرة، وتحطي الرغيف على نار عالية ثواني، وتقومي مهدية النار، هتلاقيه ارتفع معاكي. يعني دي لو حسيتي انه مش راضي يرتفع في الطاسة. وبعد كده بترجعي ترجعيه تاني في الطاسة عشان يكمل سوي على نار هادية. انا جربت الطريقة التالتة كمان، نجحت جدا وحلوة في الميكرويف. بس الاول بتشمعي الرغيف على الطاسة يعني 20-30 ثانية لكل جنب كده، وبعد كده بتنقليه الميكرويف، بتدخليه بتحطيه على طبق الميكرويف وتشغلي لمدة دقيقة.
هتلاقيه بدأ يرتفع معاكي ويفصل، يبقى طبقتين كده، ينفع تعمل سندوتشات، ودي طريقة سهلة جدا تخلي العيش يرتفع معاكي. بس لازم ترجعيه تاني الطاسة عشان ياخد لون وعشان يكمل سوا برضو لمدة دقيقة تانية كده مع التقليب لحد ما الرغيف يستوي. برضو ممكن تسويه في فرن البوتاجاز، بس فرن البوتاجاز لازم يكون سخن قوي ويكون الصينية سخنة قبل ما تحطي عليها العيش. بالطرق دي تقدري تضمني ان شاء الله ان العيش هيبقى مرتفع معاكي، تقدري تعملي سندوتشات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.